مثل ما بنعرف انه الصيام له تأثيرات إيجابية على الجسم وتأثيرات ممكن تكون سلبية لبعض الحالات أيضا، وهالتأثيرات بيكون إلى عواقب صحية خاصة على الأم المرضعة والرضيع. ومع ذلك بصر لكثير من الأمهات على الصيام خلال شهر رمضان المبارك بدون دراية بالتأثيرات اللي ممكن تصيبها صحيا ونفسيا أيضا إن كان عليها أو حتى يورد على طفلة الرضيع. تماما 100%. الإسلام دين يسر، الإسلام أكيد. دين يقدس الإنسان، يقدس صحته الجسدية والنفسية. وأنا برجع بقول هيك بستمتع بس شوف الدكتور خضر شحرور الله يعطيه العافية عم يرد على العالم واتصالاتهم على قناة سما الفضائية بأنت تسأل والإسلام يجيب، ولفت نظري أنه كتير من الأمهات المرضعات بيتصلوا فيه بتقول له شيخي أنا عم رضع ففيني صوم ما فيني صوم، فبيدخل معه بتفاصيل وبيقلها بالأخير لا تصومي وبتقضي بعد رمضان. الشاهد بالحديث يعني لا تشقي على نفسك وتأذي رضيعك كرمال أنت بدك تصومي. هلأ على كل حال قرار الصوم برمضان أثناء الرضاعة الطبيعية قرار شخصي يعود للأم المرضعة، ولكن المهم في نفس الوقت أنه تكون الأم على دراية بكل الآثار الممكن تصيبها وتصيب طفلة في حال أبت وشاءت الصوم. لنحكي إمتى ممكن الأم المرضعة تصوم، إذا حبت فعلا تصوم كيف ممكن تعزز مناعتها وغذاء وغذاء طفلة. الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية بالتغذية صارت موجودة معنا لتجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. رمضان كريم. عليك أكرم يا رب وعلى شعب الأمة الإسلامية كلياتها. رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير يا رب. يعني هذا الموضوع اللي عم نطرحه اليوم أكيد بهم لكثير من الأمهات وفيه لغط كثير، يعني أمهات أو أهالي بيقولوا لا معلش صومي افطري اعملي، فبدنا ناخذ المعلومة الصحيحة بالبداية واللي هي الرضاعة خلال شهر رمضان المبارك هل هي مؤذية ولا لا؟ وإمتى بتكون صحية وإمتى بتكون غير صحية؟ لا بالبداية لح بلش بآية كريمة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. شهر رمضان شهر فرض يعني مو لعبة، حتى يعني تعمل لحالك أعذار، لكن أنا مثل ما قال ورد يعني نحن دين مصر، أنت اللي بتحددي بحد ذاتك أنت بتقدري تصومي ولا لا، وأنت بتعرفي أنك عم تخلقي أعذار لإلك ولا لا. يعني ما في حدا بيعرف وبيحدد انه انت بتقدري تصومي ولا لا غيرك انت، لكن هلا حنحط اعراض اذا ظهرت عنا اياها بعد 4-5 أيام الصيام، وهي بنقول لا افطري. وهلا حاستعرض كيف تغذي اللبن تبعك او الحليب تبعك خلال فتره السحور، كيف انا كسف الحليب تبعي، لانه احيانا قليل الله بيطرح لي فيه البركه احسن من كثير. هو اساسا ما حال قررت تصومي؟ اذا قررت تصوم هلا اول شيء حنبلش اذا ظهرت هذه الاعراض لازم نوقف فورا عندها. في تختلف النساء عنا ببلادنا بالشرق الاوسط على طريقه الادرار تبع الحليب تبعها، احيانا بيكون عندك يا قليل صعي لكن هي بتلاحظ منه كثافته كثيف اللبن، هذا بيدل على انه هو مغذي، لكن نحن اللي بيهمنا بامره بكثافه الحليب مو دسامته، هو البروتين والاحماض الامينيه فيه اللي اكثر. هلا نحن اذا عرفت الام الذكيه اللي حابه هي خايفه على فرضها وخايفه بدها تستمتع بشهر رمضان، لانه والله انا بقول الصيام هو متعه صحيح، يعني بتزعلي على وتشوفي انسان سوي وصحي وما عم يصوم انت بتزعلي عليه، لكن انه عم يفقد متعه لانه متعه المغرب ما في احلى منها. المهم أنت بتلاحظي بعد 4 أيام الصيام الولد بلش يجوع بشكل كتير شديد، الولد صار في عنده ضعفة مناعته، بلش يعني يصير يكرر هي. هلأ حتما حتلاقي أول يومين الصيام إنه الولد بكي إنه هالأمور هي، لكن إذا عطته نظمت وقتها وقت الرضعات يعني رضعة السحور بعد السحور مباشرة يعني على الفجر رضعته وخليت عندك ياها، الفكرة الثانية تخلي تكسف الرضعات هيك لوقت الظهيرة. على العصريات الحليب كتير ماله جنس الطعمة للبيبي، بيفقدها سوائلها وبيفقدها تعبها وما بيشبع البيبي. فهي إذا نظمت الساعة البيولوجية مثلا، هو مثلا نحن بنقول إذا كان رضيع بده كل ساعتين بده رضعة، إذا كان عندك يا صار 5-6 شهور بده كل 4 ساعات عندي يا. بلشت تدخل له أطعمة، طب هي الرضيع عنده صار عمره 6 شهور، طب فيها تعوض له اياها هلا بعد شوي جزل المسلوق هالامور هي لما يجي حليبه اللي هو الدسم. فهي الامور ذكاء للانثى المرضع هو اللي بيخليها تحافظ على صيامها. هذا بالنسبه للرضيع. طب بالنسبه لجسمها شو الاعراض اللي نحن اذا فاتت عليها؟ اذا حست حالها شوي
غثيان عندي اياها ما قبل فتره العصر عندك اياها وبلشت عندك دوخ وهالامور هاي، لا الله ما بيريد انه هي يروح من كلسه من عظمه من هالامور هاي كلياتها هاي. في نساء لا ما شاء الله مخازن الفيريتين عندها عاليه وهالامور هاي صحيح. في ناس مخازن الحديد عندها لا على حد الادنى، من قبل ما تكون بلش يغبش شوي دوخه عدم توازن لا مفروض يكون خلص الله محللها وبتصوم فيما بعد شهر شهرين بتفطر. انا بقول يعني اللي هو ممكن تفطر اذا كان رضيع الطفل عندك اياها بين عمره مثلا شهر لست شهور، ست شهور ما عاد الا لانه فيها تكون بذكاء اكثر تفوت له الاشياء الاخرى تمام. يعني فهون في شيء بيدل بيسد عن الحليب لبين ما يؤذن المغرب صحيح. فبرجع بقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، لا تعتذري كثير، انت بتعرفي حالك شلون تجاوبي ولا لا. انت يعني كثير حبيت الجواب، كثير حبيت الكلام. في ناس بيتصلوا او بيسالوا بس لحتى حدا يفتي لهم، اسقط عن كاهلي بحطوها بذمه الشيخ، شيخي عطيني عذر لحتى اكون ضعيف. ايه انا بنبسط شيخي ما بيعطيهم عذر لحتى نكون نحن عم ننصف انفسنا ونقوم بواجبات ديننا كمان بالنهايه صح. بهالمناسبه بدي اذكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا، الرقم ليكو بلش يطلع 93429342 من داخل دمشق 011-93429 من خارج دمشق لتتصلوا فينا تطرحوا اي سؤال يتعلق بالتغذيه، مو شرط بالام المرضع او الام الحامل، على الدكتوره ثواب الغبره. ونحن ان شاء الله بنعايدكم وبنجاوبكم برحابه صدر. طيب لحتى تعزز حال الام المرضع شو الاطعمه اللي لازم تكثر منها؟ وصفات سريعه ان شاء الله تستفيد منها الام المرضع. على السحور اول شيء كبايه حليب عنا اياها بتدوى فيها معلقه جوز هند، هي بتعمل ادرار للحليب لمده تقريبا 8 ساعات بكثافه رائعه، والولد بيحب يطلع له الحليب على طعمه باونتي يعني شيء ظريف يعني طعمه الشوكولاته. هلا الفكره الاساسيه الجوز الهند معزز لادرار الحليب بشكل رهيب. على طبعا هي ست العارفين قديش نسبه له البقدونس قديش مهم بفتره المغرب، يعني طبق التبوله لامراه مرضع يكون على فتره المغرب وما بعد التراويح. الشيء الثاني اللي نحن بنقوله عصير الجزر، عصير الجزر بيعطي كثافة رائعة وبيعطيني شيء إدرار حليب كمان فترته أطول، لكن ميزة عصير الجزر بغذي الحليب، يعني بيعمل له عندك إياها مواد ترفع له نسبة الحديد فيه للحليب. بيشبع الولد، يعني رضعة ممكن تكون رضعتين مثلا فترة الفجر وفترة العشرة الصبح بتكفي لما بعد المغرب للطفل الرضيع. الشيء الثاني بيعزز عندي اياه شيء اسمه حديد الام، يعني انا هذا كثير بلاقيه رائع خاصه اذا انخلط مع بردقان. الوصفه الثالثه لقلنا نحن شويه مكسرات بسيطه مثل اللوز وعندي اياها بفتره ما بعد التراويح. مرق العظم رائع جدا كشوربه لامراه صايمه مرضع، مرق العظم رائع جدا معلش ولو وصفه هي غاليه الثمن، شويه زبده وحلاوه كثير بتكثف كمان نسبه ادرار الحليب تمام. حتى لو كانت يعني هي بس مو غلط اذا اخذتها كل يومين ثلاثه، هذا تقريبا بينطبق على كل الامهات يعني بدون ما يكون في شيء معين بياثر بشكل او يكون له تاثيرات ايجابيه او جانبيه على بيكثف الحليب المراه. طيب نحن اذا بدنا نحكي بموضوع انه لما المرأة بنفس الوقت أكيد بدها تهتم بصحتها وبصحة طفلها، ولكن بنفس الوقت ما بدها تكتسب وزن كمان كتير كبير. سؤال يعني حلو. بعض الأطعمة يلي حضرتك ذكرتيها أو كثرتها بسمنه، فكمان خلينا نكون منصفين نوعا ما طيب. مشان نحن ما أنه نحل مشكلة ونروح نوقع بمشكلة تانية، لأنه مو بس من الناحية الجمالية لا كمان من الناحية الصحية تكون منتبهة كمان على الكميات. شوفي سارة إذا امرأة مرضي عندها زيادة وزن بالفعل بعد فترة الحمل قد تكتسب الأنثى وزن ما بعد الحمل، أكثر ما تكتسبه أحيانا صحيح. بالحمل صحيح. فإذا انتبهت هاي الوصفة الرائعة لأنثى مرضع وما بدها تكتسب إذا خافت على حالها من الزبدة والحلاوة والحليب والجوز الهند، على السحور يكون سلاش هو من موستين مع عصير بردقانتين يكونوا بأليافهم، هدول إذا تسحرتهم بيبية لا جوعان لا تعبان لا عطشان لآخر لحظة بالمغرب وهي عم تكسب سطح بطن مسطح كل ماله. والنقطة الثانية بتلاقي حالة أبدا شواردها ظابطة، وحتى بتلاقي على المدى الأبعد خسرت من الخلايا الدهنية. الشيء الثاني أنا بقول كتير منيح للأنثى المرضع ساعة المشي قبل المغرب، لأنه كتير بتنشط عملية نشاط الدورة الدموية لإدرار الحليب فيما بعد المغرب.
وحتى بتخسر من دهونها وهالامور هي كلياتها. الشيء الاهم كمان من هيك اذا هي بدها تكون متوازنه تعتمد على نسبه البقدونس العاليه باكلها، مرق الدجاج ومرق اللحم ابدا ما بيعمل زياده وزن. صحيح. النقطه الثانيه العامل البروتيني، وكمان بالسحور اذا كان في موجود بيض بتخسر وزنها وبتعمل بتعزز الكالسيوم وفيتامين د لحليبها. تماما. صار اول اتصال معنا. مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم، كيفك يا ولد؟ اهلا وسهلا رمضان كريم، معكم انس من الشام. اهلا يا انس، سؤالك تفضل. مساء الخير دكتوره. يا اهلا وسهلا، تحياتي لك. يا اهلا. دكتوره انا باخذ ادويه ديبريشن. ادويه شو؟ ادويه ديبريشن. اكتئاب. اكتئاب، اوكي. ديبريشن. بس هلا انا عمل شيك اوت، تحليلي كلها الغديه تمام، عندي جراحه بالاكل كثير، هلا انا وزني ما بيزيد. حلو. نعم. صراحة بالأكل بس وزنك ما بيزيد. هاي ميزة هاي. ايه عم ينزل، يعني انه مثلا ممكن انا جبت مطربان النوتيلا ممكن تبع نص كيلو بعشر دقايق يخلصوا. ظريفة ميزانيتك انت. اوكي. ظريفة ميزانيتك، غير انه في شراهة. طب سؤالك. سؤالك انا لازمتكم بالتلفزيون السوري. الله يخليك. طيب سؤال. في سؤال معين؟ هلا انا سؤالي انه ما عم بعرف كمية الأكل الكبيرة اللي عم. إنه ممكن تضرك لاحقاً. نعم. إنه عم تسأل إنه أنا عندي شراهة ما عم يزيد وزني، ممكن انضر لاحقاً؟ إيه هذا. طيب. هذا سؤالي، إنه يعني إنه باكل كثير، هذا حكي. أوكي أوكي، حتسمع الجواب. ماشي. بس على التلفزيون يا ورد، لأنه شوي التليفون عندي تعبان. يلا رجع للتلفزيون لحتى. أوكي. تسمعنا. حنبطئ شوي لنجاوبك لحتى أرجع عدل السؤال للدكتورة. عم يسأل عنده شراهة للأكل ناجمة عن حالة اكتئاب وأدوية الاكتئاب، ما عم يزيد الوزن، نحن إذا أكلنا كتير وما زاد وزننا نحن بخير ولا لا؟ ممكن يكون في شحوم ثلاثية عم تتكدس نحن ما لنا منتبهي لها، ممكن يكون في أمراض وأضرار تانية ستظهر لاحقا. للسؤال الحلو، إنه فعلا في هلأ صار كتير ناس عم تتعاطى هالأدوية. أول شيء أستاذنا الكريم، هاي الأدوية طرحها كبدي، بدنا ننتبه، يعني حتى بدنا نعمل نقاش إذا لقيت حالك في تحسن بالصحة النفسية عندك، إنه تعمل برنامج زمني أنت وطبيبك إنك كيف تسحب الأدوية، وإياك ثم إياك تسحبها بطريقتك من عقلك، إنه يقولوا لك هاي الأدوية مضرة، لأنه أول شيء بدك تعرف أدوية الاكتئاب بتلعب بالمنظومة الشاردة بالجسم. أي إنسان بيقرر يقيمة من راسه بتهبط شوارده عندي إياها لتحت المعدلات الطبيعية، فممكن يلاقوه فايت، فيفوتوا عليه يلاقوه واقع متكتل بالأرض. فنحن ما بننصح أبداً بإيقاف أدوية الاكتئاب من عقلنا، لكن مو يعني أنه نضل معها طول العمر. الفكرة الثانية، هلأ نحن بالنسبة لأن كون طرحة كبدي، لازم أول شيء تهتم تتوجه أنك تشبع حالك بالأكلات اللي بتغذي الكبد وتنقي جسمك من السموم. في حال لقيت حالك انك ما عم توقف مركز الشهية عندك، يا عم تطلب تاكل حتى لو انتك عم تحرق، تتوجه للاكلات اللي خرج انها هي تنقي كبدك، يعني مثلا مثل التبولة قد ما بدك فيها اقطاع منها، مثل الماء والليمون كتير مهم لك بعد ما يؤدي دواء الاكتئاب وظيفته يكون ينظف عندي الماء والليمون، يطرح لك يا من الكبد عن طريق العصارة الصفراوية. فالماء والليمون انت لك كتير بلسم، خاصة اذا فاتت مع السلطات او اي شيء مشان تقلل الاثار السلبية لهالادوية بعد ما تقوم بوظيفتها. تمام. الشغلة الثالثة، اذا حسيت حالك انك بالفعل زودتها وما عم يقول لك الجسم انك انت شبعت، حاول انت تروح تتجه على اكل. تمام. اسمه مادة القرع او اليقطين. اليقطين حلاوته انه بيركز على مراكز الشبع بجسمك تماما، فبتحس حالك انك انه وقف عندك يا وبلش يشتغل مركز الشبع عندك، يا مثل ما عم يشتغل مركز الشهيه بشكل غير موقوف. تمام. هلا اللي بيهمني امره كمان انك تنتبه كمان على شغلتين اساسيات اللي قلتوها، انه شو اسقاطه على جسمي، حتى لو انا مشكلتي مع الاكل البلا طعمه كمان له اثار سلبيه على الدم مثل الكوليسترول والشحوم الثلاثيه. تمام. وهي ما بنلاقي الا في شحوم كبد بيكون الواحد. تمام. رفيع جدا. تمام. هاي اهم شيء لها استاذنا الكريم، بده يكون عندك ياهم في شغلتين منقيات للكبد، هن الكركم، يعني هلا شويه زيت زيتون تحط فيهم قطعه كركم، اولا بتفيدك لطرد السموم تبع بعد الادويه الاكتئاب، تطردها من جسمك. تمام. ثاني شيء بالنسبه لك، اي شيء اكلك الزائد من الشوكولات من الشوكولا والامور هي والمواد الدسمه، شو بتساوي؟ بتذوب شوي شحوم. بس دكتوره كمان كرمال نكسب الوقت اكثر، ما ضل معنا غير دقائق معدوده، ومعنا اتصال كمان. حاليا مساء الخير. مساء الخير.
يا اهلا مساء النور، رمضان كريم وكل عام وانت بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. معك سؤالك لو سمحتي، بس انه انا مرضعة وبنت طفلتي عمري عمرها شهرين، بس انه بدي شيء لها انه يغذيها، انه شو الاكل، انه كمان ما بدي اكل شيء كثير، انه كمان صار بمعدة، انه بدي شيء يروح المعدة لو سمحتي. لعيوني حاعطيكي مثال بسيط مشان تكوني، اكتب الجملة على نمط الجملة الآتية ماشي؟ تسلي. اه تمام. يلا هلا جوابك مع الدكتورة، تفضل. أول شيء على المغرب حياة قلبي، زبدية شوربة عندك ياها من مرق دجاج، قطعة دجاج بسيطة، صحن فتوش أو صحن سلطة مثل التبولة. النقطة الثانية، بعد ساعتين بدي إياكي تكوني آخذة كباية عصير برتقال مع موز. بعد ساعتين بعد التراويح صحن مكسرات صغير، ما يكون من المكسرات اللي فيها المواد النشويه، المكسرات اللطيفه مثل اللوز عندي اياهم وشويه بندق وهالامور هي الخفيفه. بعد فتره بتحطي عندك صحن تبوله ثاني، على السحور بتاخذي موز وبرتقال في حال عندك اياها بدك تنزلي وزنك كسلاش، وكسلطه فواكه بتاخذ معهم حبيبه قلبي بيضتين مع بندوراي وشقفه خياراي عندك اياها. هذا مثال ليوم بينزل وزنك، بيدير حليبك، بيرفع لك كلسك، بيثبت لك الحديد تبعك، وان شاء الله تكوني استفدتي بهالمثال. تمام، يعني اعطينا بدائل رخيصه عزيزة وغاليه كمان بنفس الوقت، لحتى يعني في حال ما قدر يعني شخص المي. يعني اول شيء بيتحجج وبيتحجج وراح الحليب. عندي كبايه المي عندي اياها لاي انثى مرضعه عندها زياده وزن، المي احسن اي شيء يدير الحليب. فنحن كل ساعتين كاسه مي، قاعده المي كل 10 كيلوغرام بدي كاسه مي، مع الانثى المرضعه كل 1 كيلوغرام كل 10 كيلوغرام بدي كاسه وربع مي. هعيد الفكره، مثلا وزنها 60 بدي 6 اكواب، 70 7 اكواب. اذا وحده وزنها 70 ومرضعه لكل 10 كيلو يعني بدها 8 اكواب ونص، يعني هاي القاعده خلص ويمشوا عليها. تماما، معلومه مفيده. ما ضل غير نتشكرك كثير، ونتمنى لك رمضان مبارك، ويعطيك الف عافيه للمعلومات اللي شاركتينا فيها. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. يعني هيك